من الحوادث المؤلمة جدا اللي حدثت النهاردة في المنصورة. وأرجو إن إحنا لما هنتفرج على الفيديو ده أو على الصور يعني هيبقى صور مزعجة شوية يا جماعة، فبحذر بس قبل ما يعني نعرض الفيديو أو نعرض الصور. هي صور لسائق مذبوح للأسف، يعني ذبحته جماعة الإخوان. كان في مظاهرة لجماعة الإخوان، السائق أعتقد كان سواق تاكسي، يعني قال لهم علامة، هم شاوروا ربع، عمل لهم علامة النصر قرب منطقة الأزهرية في المنصورة، دخلوا ضربوه وذبحوه وحرقوا التاكسي ونزلوا عليه ضربوه وذبحوه بهذا المشهد المفجع.